وصلنا لهاد الحل. ها هما عندنا ثلاثة، كاين العائلة ديال زروال باقي الأب والأم ديالو، علاش ما نديروش بريليفمون دادين للأب والأم ديالو ونشوفوا ديك القبورة بثلاثة شكون فيهم ديال عبد اللطيف؟ الجواب زعما أغرب جواب أنا شخصيا سمعته، قال لك خصنا الإذن ديال داك اللي مدفون باسم إكس العائلة ديالو باش نفتحوا القبر. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. بالنسبة للبيريود ديال كورونا مع الأسف بابا ما هضرناش عليها بزاف، كنا شغلنا جزء منها في التقرير اللي كانت قدمته الجمعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والجائحة ديال كورونا، إذ أننا لم نتساءل الوقيته اللي كان الكونفينمون والإغلاق ديال كل شيء حول وضعية المهاجرين فين مشاو؟ كنا كنلقاهم في المدينة فهذا، ولكن فاش تسد كل شيء فين مشاو؟ الكثير منهم اضطر أنه يعيش في الغرب. كذلك حتى فاش كان برنامج ديال التتبع ديال الوضعيه الصحيه والتيست وداكشي فكانوا مقصرين منه، بل اكثر من ذلك ان المعطيات اللي كاينه المرتبطه بالمقارنه ما بين سنه 2020 و21 فيما يتعلق بالوفيات في البحر الابيض المتوسط فعرفت واحد الارتفاع كبير جدا ما بين 20 و21. فسنه 2020 حسب الاصعب لو كوميساريا دي ريفيجي يتحدثوا على ان العدد اللي قطعوا لا ميديتيراني بشكل عام، ماشي فقط في المغرب، بشكل عام في الميديتيراني العدد ديال هذا كان تقريبا 95800. من ضمن هاد 95800 محاوله ديال العبور اللي ماتوا ولا اللي غرقوا ولا اللي ديسباريو كانت 1881 فقط. تنقول فقط لان باش غنمشيو ل 21 غيبان لنا فرق كبير. سنه 2021 العدد ديال محاولات العبور او هذا كانت 123000 في المجال القروي والمجال الحضري، كتلقى مجموعه ديال الاختلالات باش كتزيد تزومي مثلا وسط 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 المدن على الفئات اكثر فقرا والاعلى والوضعيه الاجتماعيه. ذلك فيما يتعلق بالوضعيه الثقافيه او الحقوق الثقافيه، الساحه الثقافيه اصيبت بالشلل في هادشي ديال كوفيد، وظهرت الازمه الثقافيه بشكل بارز من خلال اخفاء المسارح ودور الثقافه ودور الشباب وقاعات السينما على قلتها، وتم توقيف كل المهرجانات والعروض الفنيه والملتقيات وغيرها من الانشطه التي تغلق حركيه الثقافه وتساهم في توفير فرص عمل للفنانين والفنانات. اسمع عفاك باش نقول تابع الملف. ربما اننا في الجمعيه كنا الاولين اللي طرحناه كجمعيه، كنحاولوا نتبعوه على الاقل. الاستفاده الاولى اللي كانت على الاقل دابا السي ان دي اش هو دار الخطوه، على حسب المعلومه اللي عندنا السي ان دي اش كذلك راسل الهيئه المسؤوله على حقوق الانسان في روسيا. فيما يتعلق بالمعطيات، تضارب المعطيات ماشي فقط عند الاسره ولا تضارب المعطيات حتى بالنسبه لروسيا نفسها، ولكن ما هو مؤكد لان الطالب المغربي ما عندوش الجنسيه الاوكرانيه. علاش؟ لان لو بيرمي دو سيجور ديالو غادي ينتهي في سنة 2024 بالضبط، مار 31/8/2024، لأن خداه في 30/8/2020. معروف أن فاش يكون عندك بيرمي دو سيجور فاش كتاخذ جنسية يتحيد ديك البيرمي دو سيجور. ولكن التناقض كذلك اللي طايحة فيه كذلك الدولة الروسية، أنها فاش كتحدث على المقاتلين الأجانب اللي كاينين في أوكرانيا. بالنسبة لإفريقيا ما دايرش المغرب، كاينة نيجيريا، كاينة السنغال، كاينة غينيا، كاين الكابون، كاينة ليبيريا، كاينة غينيا إيكواتوريا. كاين هذا التناقض. فيما يتعلق بالمستجدات ديال دائما ديال الملف، كجمعية كنتابعوه بشكل دقيق. هذا الأسبوع غادي نتوصلوا بالحكم، لأن كاين حكم باللغة الروسية، ولكن باش يمكن المحامية تستأنف وهذا خصو يترجم للغة الفرنسية ويطالع عليه إبراهيم، عاد يمكن ديك الساعة يدار الاستئناف. فيما يتعلق بالاستئناف غادي يدار، لأن المحامية ديالو التواصل معها بدات وكتبات واحد التقرير وتشتغل على الاستئناف. النقطة الإضافية اللي هي مزيانة وهي على أن هناك ترتيبات أو هناك اشتغال على أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن هناك محامون غادي يمشيو يحضرون المحاكمة. هل سيترافعون ولا لا؟ هناك باقي ما، لأن يجب الترخيص ديال وزارة العدل ديال الجمهورية الشعبية لدونيسك، حتى دابا باقي ما عطى الترخيص حتى شي أجنبي باش يترافع. فيما يتعلق بالتقرير ديال الجمعية كنهضروا على الحالات ديال اللي وقعت في 21،
ولكن هذا ما كيعنيش اننا لا نتابع الحالات السابقه، لان الاختلاف اللي كاين ما بيننا ما بين السي ان دي اش اختلاف كبير. السي ان دي اش يتحدث على 6 حالات، في حين ان الجمعيه بعلاقتها مع العائلات المتقلين مجهودي المصير كنهضروا على 56 حاله. فاش هضرتي على الحاله ديال عبد اللطيف زروال، هنا كيبان لك كيفاش الحكومه تتعامل مع هذه الملفات. كنظن فاش كان الرميد، فاش كان الرميد وزير العدل، كان دار ديك اللجنه ديال تتبع الحاله ديال عبد اللطيف زروال. فاخر حاجه اللي كانت وصلت لي ديك اللجنه، كنا حاضرين كجمعيه في النقاش، فتيقول لك واحد زعما واحد الحاجه اللي غير مفهومه، وما يمكنش لشي واحد اللي عنده العقل يدخل ليه الدماغ. تيقول لك حتى دابا واصلين لثلاثه ديال القبوره كي ريبون لي نورم، ستادير اللي دفنوا في هذاك النهار في نفس الوقت وكاملين مدفونين باسم اكس. فاش كتقول لهم واخا حنا وصلنا لهذا الحل، ها هما عندنا ثلاثه، كاين العائله ديال زروال باقي الاب والام ديالو، علاش ما نديروش بريليفمون دادين الاب والام ديالو ونشوفوا ديك القبوره بثلاثه شكون فيهم ديال عبد اللطيف. الجواب زعما اغرب جواب انا شخصيا سمعته، قال لك خصنا الاذن ديال داك اللي مدفون باسم اكس العائله ديالو باش نفتحوا القبر. فيما يتعلق بالحاله الوبائيه، كنظن على ان منظمه الصحه العالميه مخرجه واحد ديزاين، واحد دوكيمون واضح حول التتبع ديال الحالات. فاش كتكون عندك اي بلاد، فاش كتكون في لوفير، يعني الحالات، العدد ديال الحالات، العدد ديال الانتقال الار، الانتقال ديال الوباء، كذلك الوضعيه ديال لا ريانيماسيون في كل دوله. هذو هما ثلاثة ديال المحددات الكبرى اللي كتعتمدهم كل دولة من أجل التخفيف أو التشديد. فيما يتعلق بالوضعية ديال التحرش، فقط للإخبار، الجمعية التجأت إليها من تعرضت للتحرش، وسنتابع الملف، سنتابعه في شقين، في الشق القانوني، وهنا فين كتجي المسألة ديال دور النيابة العامة، كيف يعقل؟ لأن الملف أو على الأقل الشكاية اللي دار بنيوم للنيابة العامة دارها في فبراير، كنظن نهار 22 فبراير 20 ولا 21 جوج، من 22 جوج حتى لدابا باقي ما كاين حتى حاجة. فاش الضحية كتمشي تسول تقولها باقا في تعميق البحث، في حين أن هناك ملفات أخرى معنا السيدة سعاد تعطي بعض كيفاش كيدوزوا بعض الملفات هكا، أن على الاقل يستمعوا يتصنتوا يديروا تبدا، لان من شهر جوج لدابا والضحيه تعاني. اذا كاين المتابعه غتمشي في هذا الشق ديال النيابه العامه، علاش ما حركاتش المتابعه، علاش باقي. والشق الثاني هو المرتبط بالمندوبيه، في مرحله تيقول لي انه احال الملف على النيابه العامه لان كاين حاله ديال التحرش، ولكن هذاك الموظف باش انتقل من المندوبيه للسينديراج داروا ليه في لابريسياسيون ولا في التقييم دايرين ليه حسن جدا. قال هذه القضيه ديال التحرش والاغتصاب ديال النساء، انا تيبان لي بان خصوصا هذه الفضيحه الاخيره ديال الاعتداءات الجنسيه على مؤسسه خيريه اللي فيها قاصرات واللي كان مسكوت عنه، حتى فضحاته هذيك المسؤوله على الجهه ديال الرباط، بالنسبه للاعتداءات الجنسيه والتحرش الجنسي اللي خطير فيه هو هذه الاحكام المخففه. تحيه للصحفيين والصحفيات الموجودين معنا اليوم، وتحيه ايضا لكل المناضلين اللي اصروا انهم يحضروا هذه الندوه الصحفيه للادلاء بالاساس اللي ورد في التقرير ديال سنه 21 وكذلك 6 اشهر الاولى من 22. غير فيما يتعلق بالمساله ديال التحرش، للاسف انه بالرغم من ذاك يعني القانون اللي كان هو 113 واللي جا يعني واحد النضال كبير اللي ذاته الجمعيات النسائيه والجمعيات الحقوقيه من اجل يعني الحد بالجميع الاشكال الاعتداءات اللي كتعرض لها النساء، سواء كانت تحرشا او اعتداء جسديا او معنويا الى غير ذلك، بالرغم من قصوره وضعفه واحالاته الكبيره على القانون الجنائي، الا انه كنا استبشرنا خيرا وقلنا بانه غادي يقدم بعض يعني الجوانب اللي ستفيد النساء. للاسف الشديد ان هذا القانون 113 لا تستفيد منه فعلا النساء المعنفات، سواء اللواتي تعرضن للاغتصاب
بدليل الحالات الكبيره جدا ديال حالات الاغتصاب. الاغتصاب في صفوف القصيره اللي كتكون بشهود واحد، اغتصاب مرفق بالاحتجاز، للاسف انه يا اما يكون الافلات بشكل نهائي من العقاب، تكون عدم المتابعه لان الضحيه ما كتقدرش تثبت ما تعرضت له. اخر ضحيه انا طرحت عليا الميل ديالها في الرباط، ماشي غير تعرضت للاعتداء الجنسي، ماشي غير من واحد، من شخصين، ونقلت بسياره، ولكن في الاخر وجدت نفسها في دائره الاتهام. فين كنتي وعلاش كنتي؟ واش كنتي داخله هذيك القهوه؟ واش كنتي سكرانه؟ واش ما كنتيش؟ شكون اللي غادي يثبت؟ ما كاين حتى حد اللي كيشهد. كيفاش مشيتي والناس ما شافوكش؟ كيفاش ركبتي في السياره وما شافكش حتى حد؟ يعني القطره نفسها في الاخر هي اللي موضوعه في دائره الاتهام، وكتعرض لواحد العنف نفسي وتضييق كبير حتى عند الاستماع ليها من عند القضاء ديال التحقيق. وبالعكس صبحت هي كتخاف انها هي اللي تتابع، بانها غير كذبات، بان داك الشيء كله غير تخيلاته، علما بان كاين عنف واضح وكاين الهاتف اللي ممكن يستخدم منه كل المعطيات. ملاحظه بسيطه بان ورد في التصريح الصحفي الذي توصلتم به يعني 120 معتقل ومعتقله الاشاره بان هما الذين صدرت في حقهم احكام سجنيه سالبه للحريه نافذه، اما العدد المتابعات وعدد الاستدعاءات تفوق بذلك بكثير، لان دخلنا فقط الاساتذه والاستاذات المتعاقدين مع التلاميذ والتلاميذات الذين صدرت في حقهم احكام سجنيه غير نافذه، راه كان وصلوا 70 معتقل ومعتقله او متابعه ومتابعه. هذا جانب. الجانب الثاني هو استمرار هذا يعني الاعتقال السياسي ومتابعه الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات بشكل كبير لميز هذه المرحله هذه ديال الطوارئ الصحيه، يعني اذا ما كانوش المتابعات على التظاهرات راه كاين متابعات ايضا على التعبير على الراي وعلى الانتقاد من داخل وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان قدمت تقريرها السنوي في ندوه صحفيه اللي كانوا فيها شطرين، الشطر الاول تعلق بمؤتمر الجمعيه الذي سيعقد، والذي ممكن أن أقول أننا انتزعنا عقده ببوزنيقة، إن لم يكن خيار أمام الدولة إلا أن تمنحنا بوزنيقة. الشطر الثاني المتعلق بالتقرير، هذا التقرير اللي تناول مجموعة ديال الاختلالات ومجموعة ديال الخروقات اللي كان سواء فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، وقفنا على المسألة ديال الاعتقال السياسي، إذ أن هناك 120 معتقل سياسي أو متابع سنة 2021 زيادة على المتابعات اللي كانت. كذلك فيما يتعلق بالتعذيب، سجلنا ان لم يكن هناك حاله ديال التعذيب بشكل مباشر، لكن كانت هناك ممارسات خاصه فيما يتعلق بفض الاحتجاجات اللي كانت فيها كانت قاسيه. وقفنا على الوضعيه ديال السجون المترديه والاكتظاظ اللي كاين في مجموعه ديال السجون، وقفنا عند الحريات الفرديه والتضييق اللي كان خاصه الحكم اللي كان في الحسيمه. فيما يتعلق كذلك بعقوبه الاعدام، استمرار دائما اصدار ديال عقوبه ديال الاعدام في المغرب. في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وقفنا عند الوضعيه ديال الشغيلين، اذ اننا سجلنا ان هناك 93 حاله ديال الوفاه في اماكن العمل، هو رقم مرتفع بشكل كبير جدا. كذلك الوضعيه ديال الحمايه الاجتماعيه، اذ ان هناك 60% ديال العمال والعاملات لا يتوفر لهم تغطيه صحيه اجتماعيه. كذلك التغطيه الصحيه في المغرب لا تتجاوز 45%. وقفنا عند الوضع الصحي المتسم بالترتيب السيء للمغرب على الصعيد العالمي، اذ انه ضمن 20 دوله الأسوأ فيما يتعلق بالخدمات الصحية. وقفنا كذلك عند حرية التعبير، أعود لحرية ديال التعبير والتضييق عليها باستمرار اعتقال الصحفيين. الترتيب اللي دارت RSF المغرب في المرتبة 136، المرتبة لا تشرف المغرب، اللي كيهضر على ان هناك تطور في مجال الصحافه. في الحقوق الثقافيه كذلك استمرار الاغلاق ديال المسارح والضعف ديال دور السينما. الوضع ديال المهاجرين وارتفاع العدد ديال المهاجرين الذين غرقوا في البحر الابيض المتوسط، فسنه 2021 تم تسجيل تقريبا 3240 حاله ديال الوفاه في البحر الابيض المتوسط. هذا اجمالا ان الوضعيه ديال الحقوقيه في المغرب مع الاسف ما تزال سيئه. لا نريد في الجمعيه ان نعطي السواد، ولكن الواقع فاش كنوقفوا عند المعطيات اللي كاينه فعلا، مثلا فاش ما بقاش التعذيب بشكل هذا، قلنا ما بقاش، راه ماشي تنزيدوا شي حاجه ولا تنقصوا، ولكن الوضع هو اللي كيخلي الجمعيه تاخذ هذه المواقف. وتحيه للمنابر الاعلاميه. سعاد برهمه، عضو المكتب المركزي للجمعيه المغربيه لحق الانسان، وايضا محاميه. اليوم كالمعتاد كما تعودت الجمعيه المغربيه انها كتقدم بالتقارير ديالها اللي هي تقارير سنويه على ضوء ما رصدته من خروقات ومن انتهاكات فيما يتعلق بحقوق الانسان. فاليوم ايضا كان
تقديم تقرير ديالها السنوي لسنة 2021 وكذلك تقرير موجز لسنة 2022. هذا التقرير اللي كيف ما سمعتوا كيف ما لاحظتوا أنه ورد فيه يعني الاستمرار ديال الدولة المغربية في المزيد من الخروقات في حقوق والحريات المواطنين والمواطنات على جميع المستويات، سواء على الحقوق الاقتصادية، الحقوق السياسية، في الحقوق المدنية والسياسية، وأيضا يعني على مستوى الحقوق حرية الرأي والتعبير والصحافة. فاللي كنلاحظوا كما ورد في التقرير أنه ما زالت تتعرض للتضييق، بحيث أن حرية الصحافة، حرية الرأي، وكذلك حرية التظاهر وحرية التنظيم يضيق عليها بشكل كبير، بحيث أنه تكاد يمنع ويغلق الفضاء العام على كافة المواطنين والمواطنات، بل انتقل وتعدى إلى حتى الفضاء الافتراضي اللي هو الفيسبوك، بحيث يتابع المواطنون من أجل تدويناتهم وتصريحاتهم، يتابعون ويحكمون ويدانون بعقوبات سالبة الحرية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.